الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبة الحضور، سماحة الشيخ، الأخوات الكريمات، نفتتح حفلنا هذا بشعبان وميلاد الهدى بأفضل الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولى هذه المشاركات طبعا ما كان إلي، بس للضرورة أحكام، فأنا راح أبدي بيها إن شاء الله. وأعديت قصيدة للإمام الإمام علي الأكبر والإمام المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يمشي على الدرب واثقا مشي الأسود الغوالبا، لا ينزل لا ينحني إلا لأمر عظيم كبير متأنيا، لا ينزل لا ينحني إلا لأمر عظيم كبير متأنيا. وصفوه في حفر، وضعوه في حفر التضليل، أبى أن يكون وضيعا، فهو صناعة واختراع الذي لا يقبل الخنوع، يترنح في الوغى طالبا ثأر إمام أسدا. اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ، هل خبأ مثله وهل أنجبت أمة؟ اسألوا، اسألوا أهل الذكر فهل يقبلون له مثلا؟ اسألوا الطفل الرضيع قد سمع القلب مدويا، اسألوا الطف في يومها، اسألوا الطف في يومها، هل رأى للحسين ندا؟ صلى والحرب شاخصة على أعتابها يذبل الطغيان، ودرعه خجل لم يحمه من طعنة ظالم كافرا، وخاض في اللئام عنوة فهو شبل من ليث كاسرا. هل من جده المرتضى تخشاه العقول ترتيلا؟ من منكم له شرف في أمه وجده محمدا؟ نموت ولا يذكر رسمنا إلا الحسين وآله الأطهار، نبكيه بدمع العيون وحزن عميق متألما، وقلب ينزف بالآهات وصيحة إنسان متجرحا. خذلوا الحسين وراحوا يتباهون بقتله الأنذالا، فانزل يا ربي بحكمك واضرب عليهم ذلا متراكما. شعبان في نصفه تصغي البحار صمتا، والجبال الراسيات على شاطئه تنحني فضلا. شعبان زاد في حله رونقا وعبقا متعطرا، بآل الرسول له ذكرى بهاديها، وهل نقبل مثلا؟ موتوا بغيظكم آل حقد فأنتم ميتون قبلا، فلم تكونوا أحياء حينما طل المصطفى، لأنكم من رجس بلد ميت لا تفقهون شيئا، فاسترخوا على وقع الجهالة واشربوا الماء سكرا. تبا وتعسا لحالكم فما زلتم تركنون شيئا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مشاركة لولدنا محمد، فاستقبلوه بالصلوات على محمد وآل محمد. أفلح الله من أعاده. يا أمل
كل حاير بهذا الزمان، يا أمل كل حاير بهذا الزمان، باعوا الدنيا بمتاع الآخرة، مولدك نور وكشف ستر الظلام، ويا أرض تقدر تعيش بلا أمل، خضرت بسمة على شفاف الحياة يوم صبحك لاح والياس انقتل، يوم صبحك لاح واليأس انقتل، رجعتنا سنين لأيام الشباب وصار ممكن كل شيء عدنا ومحتمل، يا أمل صبحك غرس بينا الأمان وعدنا من جديد نكتب لك غزل، خوفنا على الدين يا ابن الطيبين وانتهينا من الوسواس والقلق، جيتك بشعبان بلسم للجراح، جيتك بشعبان بلسم للجراح، لا مجرد يظل حبر على الورق، فوضك تحميه من العابثين، وصفة للإسلام من رب الفلق، يا أمل بشرت بيك الأنبياء بكل صلابة وكامل أسباب الألق، واخذوا علينا العهد بالالتزام والأئمة بفضل نورك بشرت، يا أمل بقلوبنا تمسي وتبات، لون بالعولمة الناس تأثرت، بمنهجك مولاي نبقى سائرين مهما طالت غيبتك وتأخرت، يا أمل ما غيبك رب العباد لو علينا الدنيا كلها تآمرت، تدري بأحبابك تظل على الثبات، لو أن يعلم ينحرف بينا الطريق اللي ينقتل منهم ومنهم اللي ينسجن، صلب مثل الماس وصفة من العقيق، منهم اللي يتعرض النار الحريق، يا لثار الله ننتظرك تصيح واشتهوا يمك يشربون الرحيق، انزفنا دم ودموع من بعد الحسين، يا أمل ينعم العالم بالسلام، وامتك والدين حل بيها الخطر، تشوهت صورة جميع المسلمين والتعامل صار وياها بحذر، الحرب بلادن يقرعون الطبول وعلى الزرقاوي يعزفون الوتر، واحنا ندري بخوفهم سيد منين ونعرف المقصود يا هالمنتظر، يا أمل وش قد لك بينا اشتياق بكبر هاي الغيبة لو صح الوصف، حلم تتكحل العين بشوفتك وحلم يشملنا يا مهدينا اللطف مثل ماي بملح والذوب السنين، شلون عن احبابك تغض الطرف، يا أمل ما أريد أكثر بالعتاب، يا أمل ما أريد أكثر بالعتاب، أنت مو عايز وزيدك أسئلة تختلج بالنفس وتلح الأمور، وكون أحط إيدي على هاي الدنبلة الكوفة من جديد خايفها تعود، لكن بوضع العرب متمثلة فضلت ظل القعود على الجهاد ومن ثوابتها أصبحت متنصلة، يا أمل نشتاق حقنا للخلاص، يا مخلصنا اشبعت حاجينا استضعفتنا الناس وإحنا صابرين ولجل عينك لسه ما ردينا وتنتفض رقبتنا على السكين، نريد يوم يبكي المبكينة، نريد يوم يبكي المبكينة، يا أمل وبشاربك هذا العراق، يا أمل وبشاربك هذا العراق، وهاي كلمة كبيرة بيبن العسكري تسللت ليه الرقط من كل مكان وبؤرة صار الكل لقيط ومفتري، وانت ما يرضيك يا شبل الرسول تنتهك حرمة إمامي وجعفري، سيف ذو الفقار هسه بيمنتك وذول عباد العجل والسامري، يا أمل نترك بلدنا للشتات ولاجئين نسيح بعتاب الدول، نترك القرآن ونحط الصليب حتى نقدر نغتنم فرصة عمل، يا أمل ما نقدر نعوف العراق يضيع منا سلامنا ونصبح حلل، مجاورين حسين يا شبل الحسين وعن جوار حسين ما إنا بدل.
ربي عجل فرج ابن الحسن وخلي يعبر بينا كل هاي المحن، جارت الدنيا علينا والزمن وخلي يظهر بالنصر برهانه، ربي ما ظل عدنا والله كل صبر، عايشين احنا على حر الجمر ننتظر طلعة المهد المنتظر، بلش نصبح والله من نعوانه، ربي بعيونك احرس ما تنام وبلغى يا ربي من عند السلام، واسمه لو مر بينا نوقف له قيام، والقيام يغيظ كل عدوانه، ربي احفظ من حضر ميلاده واجعله يا ربي من عواده، واللي يحب حيدر علي واولاده اجعله يا ربي من جيرانه، ربي ما عدنا بعد غير الدعاء، ربي ما عدنا بعد غير الدعاء والمحبة والوفا وكل الولاء، وندعي ونرفع ايدينا للسماء يحفظ ابن المصطفى وقرآنه، ربي خل ياخذ بثار الحسين وثار كل شيعة علي والمؤمنين، وربي بالهاد النبي الحق الأمين تنصر المهدي على أعدانه. صلوا على محمد وآل محمد. لنتذكر الإمام، فاجتاحوا بلادنا وتجاوزوا على حرماتنا، فاتركوا الخلاف بين الأفكار، وسنحتكم فيما بعد لأنهم يقولون إننا لم نكن أكفاء، مهزومين صغارا منذ الأزل، لم نكن كبارا لأنهم لم يقرأوا التاريخ، لم يكونوا أصحاب عقل أبدا، دعونا نفكر بالتخلص منهم لأنهم داء لا بد من قلعه، فلا تضعفوا واقضوا عليهم حيث ثقفتموهم، لأنهم مرض عالمي، مرض يسري بين القلوب، اقطعوا أرحام الإرهاب وكذبوه وارجعوا به إلى مكانه. مع مشاركة لولدنا الثاني عبد الله الشطري، فاستقبلوه بأروع الصلوات. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي تردد تأيد كل حق، العترة محمد ولهم سلامي. أول تحية السيد البرية وتاج الرعية حيدر إمامي، وجدت العترة فاطمة الزهرة شعلت مزهرة تكشف ظلامي، والحسن منها شمعة جفنها، وحسين ابنها حبي وغرامي، ووالد الباقر بحبه نفاخر، وابنه صاير شوقي وهيامي، جعفر الصادق بالحكمة يبث الحقائق وسر الأسامي، ومن بعده موسى شعت شموسة منهج دروسه صار التزامي، والرضا نجل نورة تجلى شافع ويعلى بيها اعتصامي، وابن محمد بجودة تجسد والدنيا تشهد هذا التنامي، والعلي الهادي صار اعتقادي رغم الأعادي حافل وسامي، ومن كل قلبي أهدي حاجتي وعهدي الوالد المهدي وأعلن ختامي، الحج حياتي عايش بذاتي هو صلاتي وحجي وصيامي، الحج حياتي عايش بذاتي وهو صلاتي وحجي وصيامي، صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإرهاب تفشى اكشفوا عورته، والقتل مبدأهم وأعلنوا عنه، افتضحوا وعلم العالم أنهم ممثلين جيدين وكذابين محترفين، فكبيرهم هو الذي علمهم السحر. تعرفون من كبيرهم؟ مو هو في قريب من جبل غار حراء، مو قريب جدا قريب، هو مع مشاركة بكلمة الحسينية القيها الحاج أبو زيد، فاستقبلوه بأفضل الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سماحة الشيوخ الكرام، السادة والمؤمنين والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزف أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وإلى مراجع التقليد والأمة الإسلامية جمعاء، وأزكى وأعطر وأحلى الأمنيات بمناسبة مولد منقذ الأمة ورافع الغمة عن هذه الأمة وناصر المستضعفين سيد الأمراء إمام العصر والزمان وخليفة الرحمن بقية الله في أرضه مهدي آل البيت الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأسعد الله أيامكم أحبتي جميعا بهذه الذكرى العظيمة العزيزة على قلوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرجه صلوات الله عليه وآله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وأن يجعل هذه الليلة ليلة إشراقة النور المحمدي ونشر العدالة الإلهية في أرجاء الأرض، ويعم السلام تحت راية الإسلام. الحمد لله الذي شرف الكائنات بمولد الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وأنار الأرض وجعله حجة على البشر، فأضاءت الدنيا بطلعته وأسفرت بنور وجهه الأغر، وحجبه عن أعين الظالمين ليظهره على الدين كله، وصفاه من الكدر. والصلاة والسلام على المبعوث من مضر وإله الأئمة الغرر الاثني عشر صلاة تزيد على عدد قطرات المطر وأوراق الشجر. صلوات محمد وآل محمد. قال الإمام الرضا عليه السلام: من لم يقدر على أي ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله، فإنها تهدم الذنوب هدما. اللهم صل على محمد وآل محمد. شع نور الله والكون ازدهر يوم ميلاد الإمام المنتظر، عمت الأفراح في شهر أتى يحمل البشر إلى كل البشر. هو شعبان وفي ثالثه بان نور الحسين وانتشر، وتباشير بها قالت دنا عيد ميلاد بن سادات البشر. فإلى سيدي ومنقذي ومنقذ البشر أجمعين، إلى خاتم رسالة الرسول الكريم، إلى علم الهدى الأعلى، إلى السبب المتصل بين الأرض والسماء، إلى مولانا صاحب العصر والزمان، إلى ناموس الدهر الحجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ليس لنا ما نهديه إليك سيدي أيها الفجر المرتقب، لأن العيد وما يملك كان لمولاه، لأن العبد وما يملك كان لمولاه، فإليك كل ما نملك. إلى أرواحنا يا سيدي يا صاحب الزمان، فسلام الله عليك سيدي مني ومن كل المحبين من شيعتك، يوم ولدت ويوم غبت، يوم تبعث
لتشع شمس الحرية ولتنشر الأرض عدلاً وقسطاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً. عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وجعلنا من المنتظرين والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمجاهدين تحت لوائك والمستشهدين بين يديك. أحبتي، هذا يوم عظيم الشأن وله من الشرف العظيم الرفيع، ولأجل أن ننال هذا الشرف الرفيع ولنكون من أنصار سيدنا ومولانا الإمام الحجة عجل الله فرجه، علينا بالعمل الدؤوب والجهد المتواصل لخدمة الدين، خصوصاً ونحن في عصر الظهور، ولهذا يترتب علينا مسؤوليات وواجبات علينا القيام بها وإدائها لكي نحظى برؤية ونصرة ورضا إمام زماننا عجل الله فرجه. ومن هذه الأعمال، كلكم تعرفون مبايعته، فنجدد له العهد في كل يوم بقراءة دعاء العهد وزيارته ومحاولة الاتصال بالإمام عن طريق زيارة آل ياسين أو الصلاة السلام عليه بعد كل صلاة، والثبات على الولاية، ولاية الإمام عجل الله فرجه وولاية آبائه عليهم السلام. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من ثبت على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهادة بدر واحد وأحد. ثم الدعاء إلى الإمام، هذه من الأعمال الواجب عملها في زمان الغيبة، الدعاء إلى الإمام بالفرج بقراءة دعاء التوسل أو دعاء الفرج أو دعاء زمن الغيبة، وكذلك قراءة دعاء الندبة، التصدق لحفظ سلامة الإمام عجل الله فرجه، تهنئته عجل الله فرجه في أفراح أهل البيت وتعزيته في أحزانهم، عمل الثواب وأهدائه له كصوم بعض الأيام أو زيارة عاشوراء أو صلاة صاحب العصر والزمان في مسجد جمكران، تسمية أبنائنا بأسمائه، الحزن على غيبة الإمام، القيام عند ذكر اسمه المبارك، التضرع إلى سبحانه وتعالى بالتوسل بالإمام ومعرفة صفاته والعزم على نصره وطلب معرفته من الله عز وجل. وأفضل العبادات انتظار الفرج. قال الإمام العسكري عليه السلام في تفسير الحديث: ليس العبادة في كثرة الصيام والصلاة، وإنما هي التفكر في أمر الله، وقال: أمر الله هي الإمامة. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. وهل ترى سيدي أحظى برؤيتكم ونصركم أم يواري جثتي القبر؟ لئن فنيت ولم أشهد ظهوركم في جحفل هادر يحدو له النصر، فإن لي أمل ألقاك يا سندي على الصراط، ووجه الأرض محمر من شدة الحر والهول العظيم، فلا تمسني النار يا من للورى فخر، أرجوك مولاي بالزهراء ووالدها وبعلها وبنيها طاهر طهر، يوم الحساب أجرنا من لظى سقر، فنحن شيعتك أنتم لنا ذخر.
صلوات. صلي على محمد. فلنعاهد الله في ذكرى المولد الشريف على أن نبدأ بسلوك طريق الحق، فلعلنا نبلغ المقصود بعد زمان طال أو قصر. فإن من سلك طريق الحق لا بد أن يصل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المهتدين والثابتين على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، ومن المكرسين أنفسنا لخدمة مجالس أبا عبد الله، والباذلين أموالنا لإعمار بيوت الله، وحياتنا لخدمة الدين، ومن المنتظرين والناصرين لدولة العدالة الإلهية، الدولة المهدوية القادمة، إنه سميع مجيب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اليوم ميلاد الإمام، بس احنا نذكر الشباب في الموصل اللي احتلوا الموصل، نذكرهم. نذكرهم شوية ذكرى بين الحين والآخر، فاعذرونا يا شباب، احنا شوية يعني وصفناهم بما يستحقون. نزعوا عن وجوههم، الله بالخير، نزعوا عن وجوههم أقبح الصور، وأزاحوا عن تاريخهم أنتن الآيات، واتفقوا على السير على طريق الفسق والدمار، لأنهم يموتون حينما يكون العالم بسلام. فكما الخوارج آباؤهم يكونهم، لأنهم من أحفاد الفساد والخبث، مع الشعر، مع الفرح، مع الابتهاج لأجل الإمام، لأنه من نسل النبي المصطفى مع سيد حيدر العوادي بصلوات محمدية شعبانية. أسعد الله أيامنا وأيامكم بولادة صاحب العصر والزمان الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على يا بقيت الله لظهورك، هاي شفنا كم علامة، والعدل بيديك أمره، يا بقيت الله زمامة، تشرع الحق والحلال، الممتزج هو وحرام، تفزز المرتاب ما يظل رغد يا المهدي بمنام، وين مهر الفرج، وين خيال وحسام، وينها شمس العدالة ظهر الحق ونظام، اش وقت تشرق شمس عدلك ويبتسم ثغر الإمام، اش وقت يا درب الأمان نأمني ونمشي بسلام، اش وقت من ليل الأحقاد ينجلب صحبة ظلام، اش وقت والمبغض يا غايب يتعظ يكشف لثام، اش وقت من حق الضماير يذيع
مذياع الكرامة، شوكت يتعافى وطننا وتنسحب من الغمامة. ليش ليش دمنا رخيص أصبح فقد كل ذاك احترام؟ شوكت يا داعي المحبة تعلق بصدرك وسام، للسلام نشوف بلشين بالسما الطير الحمامة، للأمان نشوف بلشين بالسما الطير الحمامة. حمرها إله الدنيا من أجلك، حمرها لجل عمرك ترى طول، عمرها عمرها وفدوة روح لك زيادها، هو عمرها وعمرها وفدوة روح لك كل البرية. صامت قبل رمضان هاي الناس، صامت وعن الغيبة والبهتان، صامت صامت رغم العطش لا ما صير، صامت أقرأ وما يأثر الصام بي. ما شاء الله صلواتكم قوية تشجعني. فاطر وحق اللي بقدرت الكون، فاطر القلب من حبب السجاد، فاطر اللي يزور حسين زحمة يروح، فاطر ألذ فطور يم ابن الزكية. خادم لخادم الحسين مرتضى الذهباوي. فاطر وحق اللي بقدرت الكون، فاطر القلب من حبب السجاد، فاطر اللي يزور حسين زحمة يروح، فاطر الذ فطور يم ابن الزكية. شعبان شعب واحد وبد منصير، شعبان ونور المهدي على الإسلام، شعبان اللي يزور حسين ليلة نصف، شعبان تتساقط ذنوب على الوطية. أريد تساعدني بالصفقة والجواب، يحفظك الحسين دنيا وآخرة. هالليلة نحيا عيادك يا سيدي وميلادك، هالليلة نحيا عيادك يا سيدي وميلادك، يا مهدي يا مهدي يا مهدي وياي، يا مهدي يا مهدي الله يا مهدي، هالليلة نحيا عيادك يا سيد وميلا الله، هالليلة نحيا عيادك يا سيد وميلادك، يا مهدي يا مهدي
ها يا نور شعوة لالة يا مهدي يا نور شعوة لالة ها لما نبزغ بهلالة ها الصوت منا تعالى يهني الرسول وآله صوت الموالي ينادي ويهني طه الهادي صوت الموالي ينادي ويهني طه الهادي يا مهدي يا مهدي يا مهدي الله الله يا مهدي يا سيدي وكل وادي يا مهدي يا سيدي وكل وادي وهروج بال بلادي باسمك يا روح الهادي كلها تصيح تنادي تبعث تهاني الليلة لهادي آه تبعث تهاني الليلة لأحمد وحامد خيلة تبعث تهاني الليلة لأحمد وحامد خيلة يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي الله ويا العسكر بهالليلة شارك فرح هالعيلة ويا العسكر بهالليلة شارك فرح هالعيلة فرحة فرح نحييلة ننشد له ونغنيلة بعد بلحن غنينا في مولدك مهدينا بعد بلحن غنينا في مولدك مهدينا يا مهدي يا مهدي ها يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي الله محفلنا هذا تشوفه صار الفرح زافوفه على العادة المعروفة ها نزور الحسين نطوفه ها الحسين جئنا نبارك هذا الفرح ونشارك الحسين جئنا نبارك هذا الفرح ونبارك الله الله يا مهدي يا مهدي الله هالليلة كل الشيعة تنطيك عهد البيعة ها هالليلة كل الشيعة تنطيك عهد البيعة هذا العهد توقيعه يم الحسين نذيعه وياكم عهد مولانا وقعنا بدمانا وياكم عهد مولانا وقعنا بدمانا يا مهدي يا مهدي الله الله يا فرقتين صاره فرقه هنا فرقه الله كلها لك نطاره منك تريد بشاره الله كلها إلك نطارة ها منك تريد بشارة ها والعالم وأنظارة شخصك تصد أنظارة يمت تشع أنوارك ونصير لك أنصارك يمت تشع بنوارك ونصير لك أنصارك يا مهدي يا بدر بالأمل شع وسطع بدرة يا بدر بالأمل شع وسطع بدرك يا منقذ للبشر للموت ننتظرك كل الشيعة تلقاها تحت أمرك أخوتي ها ما شاء الله أخوتي ها وبأمرك تلقاها شيعة وبأمرك تلقاها وبأمرك تلقاها شيعة وبأمرك أمرك تلقاها خادمك أعد أعد يا بدر بالأمل
شع وسطع بدرك يا منقذ للبشر للموت ننتظرك كل الشيعة تلقاها تحت أمرك أخوتي ها وبأمرك تلقاها شيعة وبأمرك تلقى هاو أمرك تلقاها شيعة وبأمرك تلقى يا آية العصمة الختمة الآيات يا آية العصمة الختمة الآيات تهتف يا ابو صالح باسمك الاصوات ونهوس لك لان تستاهل الهوسات ونهوس لك لان تستاهل الهوسات ها اخوتي ها بارك الله بكم ها اخوتي ها ونهوس باسمك مهدينا ونهوس باسمك ونهوس باسمك ونهوس باسمك ونهوس باسمك يا منقذ الدين وحامي الشرعة صوت اللي يعتلي بالمولد تسمعة اجينا اليوم كلنا نجدد اجينا اليوم كلنا نجدد البيعة اخوتي ها ونبايع جينا مهدينا ونبايع جينا بايع جينا مهدينا ونبايع جينا ونبايع جينا مهدينا ونبايع جينا سفينتنا الحسين تنجي كل غرقان يركبها الموالي موش يا هجان اي والله صحيح سفينتنا الحسين تنجي كل غرقان يركبها الموالي موش يا هجان والهاي السفينة ابن الحسن سفان ينجينا من نغرق هو ينجينا ينجينا من نغرق هو ينجينا ينجينا من نغرق هو اكو هوسة للدواعش واختم ان شاء الله رحم الله والديكم اذا سمحون يعني وين راحت لقيتها وعلي لقيتها خل كل الدول تسمع وخل نسولف الاخبار اسمع مني رحم الله والديك خل كل الدول تسمع وخل تسولف الاخبار من يطلع المهدي يروح بعد من يطلع المهدي يروح بعد الكوفة لل اي بارك الله بيك صحيح والله صح خل كل الدول تسمع وخل تسولف الاخبار من يطلع المهدي يروح بعد الكوفة للانبار ويا داعش بعد يبقى من يشوف ذي الفقار ها اخوتي ها ايه اخوتي ها وبسيفة يحصد كل داعش وبسيفة يحصد كل وبسيفة يحصد كل داعش ايه وبسيفة يحصد كل داعش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مهدي هذه الأمة ورحمة الله وبركاته في ميلادك هذا نقول السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته ناموا طبعا صلوا على محمد وآل محمد طبعا أكو واحد من الحسينية كلفني واحد من الحسينية واحد مو اثنين واحد من الحسينية واحد سيد نجم واحد من الحسينية كلفني أبادر باسم مائدة مائدة من؟ المائدة المهدوية واليوم 15 شعبان وهذا 20 دولار اللي يعرف هذا السؤال راح أخليه هنا وصوره بالكاميرا راح أخليه هنا السؤال دقيقة
بدون استخدام ايفون. اللي يجاوب بالايفون يدفع $20 هنا. ديل ديل. لا ايباد ولا كمبيوتر ولا هذا، بس هذا يشتغل. اللي يجاوب اذا قلت دكتور عباس ادفع 20 يدفع 20، يعني لان استخدم الايفون. المثال هذا القصد، فالرجاء عدم استخدام الايفون. هاي جهة غير محسوبة في إعداد المسابقة لأن ما أشوفها وما أدري شلون يسوون وراء الأخشاب وراء التيبلز. السؤال لا جالكسي ولا الجواب. السؤال واضح، السؤال واضح بابا، السؤال واضح. اليوم مناسبة 15 شعبان، اللي يريد يضيف $20 ما عندنا مانع لأن السؤال حلو. 15 دقيقة واحدة 15، راح أسوي بالإنجليزي 15 times 15 times 15 دقيقة. سؤال ثاني، 15 × 0 = 402 + 1 خلال 10 ثواني. 1 2. سؤال ثالث للنهاية لأن العشرين ترى موجودات. العشرين عندك 10؟ وين وين والله صارن هاي 30 صارن. من يزيد بعد؟ أنا ما شفتها. من يزيد؟ ترى السؤال يصير سهل. من زيد بعد دقيقة اللي تنتهي مشاركتي أنا. بعد دقيقة ماكو ولا واحد. زين راح نسأل بالإنجليزي لأن بس أولادي جايين من الولد، مو حمودي مو نعم أنت كبير. راح نسأل بالإنجليزي شنو معنى تفضل. ها والله عم أنتم والله عم انت لك حق. خلاص حقيت نعم خلاص ودافع 10. اذا السؤال اللغة خلاص صحيح ولا يهمك. زين احنا نريد هسه ها حزورة ولا يهمك ابو علي، انت دافع 10 ولا يهمك. شو باوم. زين سؤال رياضي هم بسيط بس نريد خلال دقيقة. يلا دقيقة يا ابو علي سلاصي طماع. خلال دقيقة 15 × 15 × 15 × 15 دقيقة بدون استخدام. لا 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 رجاء لا 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 رجاء صلوا على محمد وآل محمد صلوا على محمد. يلا دقيقة صارت للحسينية صلوا على محمد وآل محمد. خلاص أبو زيد هاي ما حد ولا واحد يجاوب ما محضرين اليوم. هاي لك هاي للحسينية. إيش يسوي هسه راح ننومهم على كرسي. ناموا على كرسي السقوط والانحراف يدعون إقامة الدولة الإسلامية ويقطعون الرؤوس ويدعون إقامة العدالة الإلهية ويلغون القانون الإلهي يدعون إقامة السلام الإلهي فيحرقون المدينة مع الكلمة التي أيقظت مضاجع الفكر الداعشي المنحدر مع سماحة الشيخ أزهر فاستقبلوه بثلاث صلوات.